مقتدى اللاعي من نواب دفعة 22. احنا اليوم معتصمين في المندوبية الجهوية متاع باجة، حاولنا ان نسكرها بطبيعة الحال، حبينا نمارس الاعتصام السلمي على خاطرنا اولا واخيرا نحن مربي، ونحب نوصل رسالة للوزير اللي جزانا بعد 5 سنين و6 سنين من العمل، 6 سنين كحد ادنى من العمل والتكوين المستمر، يجي وزير صاحب قرار يجي يطلع في التلفزة ويقول رانا مانيش باش ننتدبوك، باش ينتدبني بعد 4 سنين وكل عام يلزم انا تحت رحمة المتفقد اللي هو اصلا مش معترف به، قال لك هو ما كونكمش، نحنا مانيش متكونين، طلبني انا اللي باش نبقى 4 سنين نخدم معاه ومن بعد اختيبة باش يقبلني في الوظيفة العمومية اللي هي المدرسة التونسية. يا خويا كي جيت انت نزيه راك الاختبار هذاك عملته لي من 6 سنين، كي جيت انت نزيه راك الاختبار هذاك عملته لي قبل ما تقصف لي عمري، بعد ما قصفت لي عمري 5 سنين، وحتى حد ما يزايد على المربي، وحتى حد ما يزايد على النواب، وخاصة نواب دفعة 22، 7 سنين نخدموا في الحد الأدنى، راهو 620 دينار، كي تزيد تحسب معاهم جويليا وقوت، تلقى روحك تخلط في 450 دينار. وما عندكش تغطية صحية، وقبلنا وخدمنا، قلنا احنا ولاد تونس واحنا اللي نهزوها تونس وهزيناها على كتافنا، جاء جاء شو اسمه حاتم بن سالم والابيض وجاء السلاوتي